ماشي. طب انا بقول متهيألي عشان مش عارف لسه، هيجرب لسه يشوف الدنيا ماشيه ازاي. دكتور جو بيقول لك احسن شخصيه شفتها وكلامه دايما في صميم، عاوزين نشوف الاهلي بيلعب، اشتقنا للاهلي. هل الاهلي بيفاوض تراوري من بيراميدز؟ بص الراجل واقعي جدا، فايلر واقعي جدا، هو بيقول لك انا كل الناس اللي عندي هايله جدا، مستواهم هايل جدا، لكن بكره ما تعرفش فيه ايه. يعني الكره برضو فيها متغيرات كتير جدا، صح، وممكن تبقى سريعه جدا، لكن اسماء بعينها الراجل ما طلبش اسماء بعينها خالص، ولا طلب مراكز بعينها خالص، لسه ما اتفرجش على كتير برضو، خلي بالك. لا ناس عايزها ولا ناس تمشي من عندنا. تمام. احمد سلام بيقول تحياتي لك كابتن اسلام والكابتن سيد، وسؤال